لاحظ الانتخابات اللي صارت في العراق من 10 سنة الماضية. إيران بالتعاون طبعا مع القضاء العراقي والإطار التنسيقي حاولت تعطيل تشكيل حكومة الأغلبية لإدراكها بأن هذا راح يسبب المشاكل كثيرة مستقبلا، وبالذات في غياب الوصول إلى اتفاقية بخصوص الملف النووي. فيحاول الجهد الآن بعد انسحاب التيار الصدري من المجلس النواب العراقي وضع إيران والإطار التنسيقي في مأزق خطير جدا، بحيث أنه لا يستطيع تشكيل الحكومة ولا يستطيع الذهاب إلى انتخابات مبكرة. فإذا إيران الآن في مأزق حقيقي، بدأت تفقد تأثيرها السياسي داخل العراق، وفي نفس الوقت أيضا في اليمن نوعا ما. فهي تحاول أنها مثل ما قلت يعني تخطو خطوة للأمام، خطوة ردع خلينا نسميها. بس ما اللي ما تدرك إيران، وهذا باعتقادي الأهم في خطوة بايدن وقبوله إلى الذهاب إلى المملكة العربية السعودية بعد رفضه للتعامل معها خلال السنتين الماضية، باعتقادي لغياب أي استراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن، ليس هنالك استراتيجية، مما أدى إلى فوضى في المنطقة. الآن يحاول أن يصحح هذه الفوضى قبل الانتخابات في شهر 11 مثل ما تفضلت، انتخابات الكونغرس اللي راح يخسرها طبعا الحزب الديمقراطي. فما ما لا تتركه إيران أن بايدن لا يستطيع فتح جبهة ناتو ضد روسيا في أوروبا، لا يستطيع يعني حتى دول الناتو في أوروبا ليست يعني على اتفاق مع أمريكا بخصوص سياسة ضد روسيا وسياسة التصعيد، ليس بالإمكان فتح جبهة ناتو في أوروبا. ما يحاول بايدن هو فتح جبهة نسميها خلفية لناتو شرق أوسطي ضد إيران، بمعنى محاولة ضرب أضعف حلقة في المثلث الآسيوي اللي هو إيران والصين وروسيا، محاولة فتح جبهة ضد هذه الحلقة الأضعف من أجل الضغط على روسيا والصين، وهذا أكبر حتى من ملف النووي.